انطلاقة هجن أصحاب السمو الشيوخ لسن الحول والزمول المحليات والمهجنات الأصايل، ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا الثاني للحول المهجنات الأصايل 8 كيلومتر رحلة هذه الأشواط لهذا المساء. تهانينا والناموس لهجن الرياسة بمناسبة فوز الوثبة، والثاني للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم لنا الوثبة مع المركز الأول والثاني في الشوط الأول الرئيسي في هذا المساء. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط ونجدها ملولة من تاتي مع المقدمة والصدارة بشعار هجن الرياسة بمتابعة هنا الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع لنا هذا الانطلاق والمسار ويرافق هذا الشعار مع مقدمة الشوط. ثاني المراكز الوثبة بشعار هجن الرياسة بمتابعة الأملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع لنا هذا الانطلاق للوثبة مع المركز الثاني. ثالث المراكز اللي في المركز الثالث الشاهينية من هجن ند الشبا سعيد بن سالم في متابعة التدريب والتضمير. رابع المراكز هملولة لهجن الرياسة الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع انطلاق هملولة. خامس المراكز هملولة بشعار هجن الرياسة بمتابعة علي بن ميل الوهيبي الظافر من يقدم لنا الهماليل في هذا الشوط. سادس المراكز الشاهينية بشعار هجن الرياسة بمتابعة المجازف بوسعيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. النقلة مباشرة لسابع المراكز ونجد العين من تتقدم بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بن خميس الينيب الزعيم في متابعة التضمير. قدوما ووصول مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من الوثبة بشعار هجن الرياسة بمتابعة هنا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي القادمة والمنطلقة في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من تأتي هنا وتتقدم. أيضا مشاهدينا الكرام الوثبة بشعار هجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي تتقدم العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بن خميس الينيبي في عملية التدريب والتضمير. عاشرية المراكز الشاهينية من هجن ند الشبا سعيد بن سالم من يتابع لنا هذا الانطلاق. هكذا النتيجة والنداء الأول لشوط الحول المهجنات الأصايل. نعود حيث البداية، لن عوده إلى القيادة، لن عوده إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط. هملولة من تأتي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول تسيطر بتقدم ممتاز بشعار هجن الرياسة بمتابعة الظافر بوليمايل علي بن ميل الوهيبي يتابع لنا انطلاق هملولة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني من تتقدم الوثبة بشعار هجن الرياسة بمتابعة الأملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا الوثبة، ولكن اللي غيرت هملولة واحتلت مع المركز الثاني بشعار هجن الرياسة بمتابعة الظافر علي بن ميل الوهيبي يتابع هذا الانطلاق يرافق هذا المسار. المركز الثالث الوثبة بشعار هجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا الوثبة مع المركز الثالث. رابعي المراكز الشاهينية من هجن ند الشبا سعيد بن سالم من يتابع هذا المسار في عملية التدريب والتضمير. هملولة تنضم مباشرة وتحتل المركز الخامس بشعار هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع انطلاق الهماليل على الصدارة وعلى المركز الأول وعلى المركز الثاني وعلى المركز الخامس. وصول من العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بن خميس الينيبي في عملية التضمير. انتقل مباشرة اللي في المركز السادس من تأتي مباشرة مع سادس المراكز أو سابع المراكز الشاهينية بشعار هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع انطلاق الشاهينية. تأتي العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بن خميس الينيبي من يتابع لنا هذا الانطلاق وهذا المسار. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، هكذا النداء الثاني. الوثبة تصل أيضا وتتقدم مباشرة بشعار هجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والشاهينية
من حق النادي الشبا سعيد بن سالم من يتابع لنا هذا المسار. هكذا النتيجة، هكذا النداء الثاني، لنعوده إلى المقدمة، لنعوده إلى الصدارة. هاملولة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول، مسيطرة بهذا التقدم، مسيطرة بهذا الانطلاق منذ انطلاق الشوط، وهي مسيطرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. في مقدمة الشوط هاملولة لشعار حجن الرياسة الظافر علي بن ميل الوهيبي يقدم لنا هاملولة مع المقدمة والبداية. ثاني المراكز الوثبة، الوثبة مع المركز الثاني لحجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا الوثبة. المركز الثالث هاملولة لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي من يتابع هذا المسار. وين الموقع عن سألتم؟ انتصفنا المسافة الأربعة كيلومتر عن خط النهاية، ما تبقى إلا نصف المسافة من بعد الثمانية كيلومتر، أربعة كيلومتر عن خط النهاية. تتقدم العين، تأتي مشاهدين الكرام مباشرة مع المركز الرابع لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بخميس النيبي في عملية التضمير. هاملولة تتقدم بشعار هجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي، وتأتي الشاهينية لهجن ند الشبا سعيد بن سالم في متابعة التضمير. القدوم من الوثبة هناك بشعار هجن الرياسة والشاهينية لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الواصل هالعين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان محفوظ بن خميس النيبي. تتقدم الوثبة بشعار هجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا الوثبة مع المركز الثامن وتاسع المراكز. أيضا الوثبة بشعار هجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. ياتن الشواهين المملوكات لهجنة الشبا من يتابعهن سعيد بن سالم في عملية التضمير والتدريب. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام، نعود ولا نعود، لن نعود إلى المقدمة، لن نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول. من تغير على الصدارة؟ من تأتي مع المقدمة مع جسر العبور؟ تتضح الأمور في مقدمة الشوط. الوثبة، الوثبة مع المقدمة والصدارة، الوثبة مع المركز الأول. سيطرة الوثبة، غيرت مع المركز الأول، احتلت الصدارة بشعار هجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يتابع لنا انطلاق الوثبة. من قدم لنا الوثبة والوثبة في شوطنا الأول الرئيسي مع ثنائية للناموس في هذا المساء يقدم لنا وثبة أخرى في شوط الحول المهجنات، وهي على مقدمة الشوط. ما زالت المسيطرة والمنطلقة والمتقدمة لمسيرة هذا الشوط. العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان محفوظ بخميس النيبي من تحتل المركز الثاني المركز الثالث. هنا الشاهينية من هجن ند الشبا سعيد بن سالم في متابعة التضمير. هاملولة تغير وتحتل المركز الرابع، ومن الرابع إلى المركز الثالث بشعار هجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي. خامس المراكز هاملولة لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي يقدم لنا الهماليل، يتابع انطلاقهن الشاهينية لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تتقدم إلى سادس المراكز. المركز السابع العين، العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان محفوظ بخميس النيبي في عملية التضمير. تصل هجن ند الشبا، تتقدم الشاهينية بقيادة سعيد بن سالم، وهناك الوثبة بشعار هجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. هكذا الأسماء تقترب، الأسماء تقترب، الشعارات المملوكة لمؤسسات العملاقة مشاهدين الكرام في عالم هذه الرياضة. لنعود إلى المقدمة، لنعود إلى سكان المقدمة والصدارة الأولى. الوثبة، الوثبة في مقدمة الشوط في المركز الأول، مسيطرة الوثبة منذ انطلاق الشوط، وهي مع المركز الأول لهجن الرياسة بقيادة من؟ بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن وين المقدمة هاملولة؟ هاملولة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول، مسيطرة هاملولة منفردها بحالها في مقدمة الشوط مع المنعطف الأخير مع البداية والصدارة.
هناك المقدمة هملولة هملولة مشاهدين الكرام مع البداية والصدارة لهجن الرياسة. هنا مشاهدين الكرام باعدت المسافة وانطلقت لناموس هذا الشوط للفوز والانتصار والإبداع. يا سلام هجن الرياسة بالفعل. الظافر علي بن يميل الوهيبي من يتابع لنا انطلاق هملولة مع الكيلو متر الأخير وعدته الكيلو متر الأخير عديناه مشاهدين الكرام. ما شاء الله تبارك الله على هذا الإبداع على هذا الأداء الممتاز الذي تقدم هملولة مع المقدمة بدون أي منافس على الإطلاق المباشر. الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع لنا هذا الانطلاق ومقدمة هذا الشوط. المركز الثاني من على بعد مشاهدين الكرام، ولكن هملولة شنت الغارة، شافت خط النهاية وأعلنت حضورها في هذا المساء. هملولة لهجن الرياسة. الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابعها لنا، من يعرف الطريق جيدا للسيوف إلى الكؤوس إلى الذهب إلى الرموز بوسعيد بوليمايل، من يتابع انطلاق هملولة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. يا سلام، تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنية للظافر علي بن يميل الوهيبي من يقدم لنا هملولة قبل وصولها إلى خط النهاية، معلنها الفوز والناموس، معلنها الانتصار والإبداع. يا سلام، المركز الثاني من تأتي مشاهدين الكرام، الوثبة لهجن الرياسة، ولكن هملولة وصولها إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهني للظافر علي بن يميل الوهيبي على هذا الفوز والإبداع والانتصار. لحظة الوصول معلنها الفوز والناموس بدون أي منافس ولا منازع على الإطلاق المباشر. قامت الشوط راس وانهت الشوط راس. تهانينا لهجن الرياسة، والثانية للظافر علي بن يميل الوهيبي. المركز الثاني الوثبي لهجن الرياسة. العين ثالثا لاسم الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الشاهينية من هجن ند الشبا. رابعا خامسا هملول لهجن الرياسة. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والثانية للظافر علي بن يميل الوهيبي من تابع لنا الانطلاق لهملولة. لحظة وصولها معلنها الفوز والناموس. قاطع المسافة في زمن وقدر مشاهدين الكرام 12 دقيقة 40 ثانية وثمانا من الأجزاء. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهني للظافر علي بن يميل الوهيبي. الوثبة ثانيا بشعار هجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. قاطعت المسافة في زمن وقدر 12 دقيقة 45 ثانية وفاء وتماما. تهانينا والناموس المركز الثالث، هنتت مع المركز الثالث. نشوف التوقيت الزمني مشاهدين الكرام وأثناء وصولها إلى خط النهاية. هناك العين لاسم الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان. قطعت المسافة في زمن وقدر 12 دقيقة 51 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس.